اللهم نبدا عليك نتوكل وبك دائما وابدا نستعين. اعزائنا متابعينا قمتم وطابت الاوقات بالخير والبركات، يسرني ان ارحب بكم اجمل ترحيب من مدينه الشمال، من ارض الحضاره، من التاريخ والذكريات. ارحب بكم عبر هذه القمم الناريه، عبر اللقاءين المرتقبين والبدايه القويه من كتيبه ميلان. لسه ما رحبنا، لسه ما تسلمنا، لسه ما ذكرنا اسماء على الملعب الاول. يلتقي الداليه في والاستقلال بشعار الانتر ميلان، بينما على الملعب الاخر كتيبة ميلان عيال ابو فادي في مواجهة ابطال رحيمة او نجوم رحيمة، نجوم ابطال. اما على الصافرة الجميل تاريخ قيادة القطيف ابو احمد الجنبي، بينما في الملعب الاخر عمران الداعوب حبايبنا حبايبنا المجموعة الفاتحة واللقاءات المفصلية، اللقاءات اللي من خلالها راح تهدد المراكز بالإضافة للفرق المؤهلة، فرق المتأهلة إلى أربعة بأربعة أربع نقاط. والاستقلال يا إبراهيم أربع نقاط. افتح يا إبراهيم، ما ودي أقلب عليك المواجهة، ما ودي أقلب عليك المواجهة. هذه كرة خطيرة، مطين يا عين عيني، لقداحي يبدوني أنقذها، لقداحي أنقذ الموقف ويحرم ثم أهدافاً رحيمة من أول الأهداف. الله على الكرة اللي خلصها لقداحي، الله على الكرة اللي خلصها لقداحي. هنا عبد الله سحر يلعبها إلى مين؟ القصاب، البحث عن كريم، كريم يتأثر ياخذ خطوة تسديدة مرت عزة، تتحولت لخارج أرضية الملعب، لخارج الأرضية. حبايبنا حبايبنا اهل الشمال، جمهور عزيز، اليوم ممكن الاجواء تاثر نوعا ما على الحضور الجماهيري، ممكن الاجواء تاثر نوعا ما على الحضور الجماهيري. الصفار لعب له كره، لكن وين يا مرتضى يا صفار؟ عم مرتضى الصفار صاحب التجارب الكبيره والكثيره، البدايه كانت مع الترجي. اوكي كلمة وصلت هناك محمد القصاب، تغيير المكان كليا، تغيير المكان باتجاه الظهير الطائر بن عباس، انقطعت كورته، الارتداد السريع ممكن يا عين عيني. هذا مين؟ هذا عبد الله ثابت، صدق ولا تصدق، هذا لاعب كرة قدم، لكن في الأساس حارس مرمى، في الأساس هو حارس مرمى عبد الله ثابت، صاحب التسديدة الأخيرة. كرة طولية إلى وين؟ خلصت، مرت، عدت، مرتضى تسديدة، وهنا خطأ، اللعبة سريعة. حسين يا عين عيني، ركز وياي على ميلان، ركز وياي على ميلان، ما ان يتحرك الاسمراني حسين الحبيب، هو قادر يحرك كل الاسماء، قادر يحرك كل المجموعه، قادر ياثر على كل العناصر. نعم في بعض اللاعبين تكون قيمته الحقيقيه داخل ارضيه الملعب انه صاحب تاثير كبير، صاحب تاثير كبير استاذ يا حسن. كلما مره ثلاث بيبو يرسل لك كره جميلة، دية العرضية ممكن، العرضية ممكن،
عيني. بدأ ميلان يدخل أجواء اللقاء، بدأ يتفاعل مع الحدث، بدأ يشعر بخطورة الموقف. وهنا الكابتن، هنا الجميل، هنا السحر، يصور فيها نوع من السحر، فيها شيء من السحر، لكن السحر الأهم والأجمل كان عند لجامي. تصدي جميل جدا بن عباس، منكر العرضية، يلعبها عند بن نتوف، بن نتوف ابن الخلد في مواجهة أبناء الخلد. هذا الاحتراف، شايف كيف؟ على زمن أستاذ ميرزا مستحيل تلاقي واحد من القديح يا إبراهيم يا كاسياس يلعب مع البحاري أو يلعب مع قرية أخرى، لا، القديحي مع القديح والجارودي مع الجارودية. هذا زمن الاحتراف. شوف عبد الله نتوف ابن الخلد في مواجهة أبناء الخلد. لهذا لما نتكلم ونقول زمن الاحتراف غير، ما في حاجة اسمها ولدنا أو لاعبنا. المدافع الأسطوري، واحد من أهم المدافعين في السنوات الأخيرة على مستوى الكرة العالمية، راموس يغادر ريال مدريد ببساطة. ما وصل إلى نقطة اتفاق، ما وصل إلى نقطة اتفاق، ما في حاجة اسمها ولدنا. نعم اللاعب أسطورة في مدريد، ما عاد يختلف على هذا الشيء، لكن اللاعب عقد يا أبو جود، اللاعب عقد، ما إن وصل لاتفاق راح يكون معاك، ما وصلت لاتفاق راح يبحث على عقد آخر. كرة اللعبة عمير يرسلها باتجاه محمد أسعد، محمد أسعد تغيير المكان كليا، لكن أطول من اللعبة. لا تناقش كل الأفضل إبراهيم كاشية، ما يتناقش. وعلى فكرة إبراهيم يعتبر واحد من أكثر اللاعبين اللي مثل عديد الفرق. هو لو تسأله كم فريق مثل ما يدري، كم إبراهيم تدري؟ ما يدري، لكن مثل تقريبا معظم فرق حوالي المنطقة. ما ببالغ، ما بقول معظم، بقول واجد. كم فريق؟ ما يدري، أدري عنه ما يدري. مثل عديد الفرق، وطبعا يكون لاعب بهذه القيمة ويمثل عديد الفرق. فارس كان أيضا عن مؤيد سليم احد الاسماء الجميله، وتتكلم ايضا عن اشرف النخلي اللي واقف على الدكه الفنيه. وفينا الضربه الحره المباشره، ابو جود، ابو جود، ابو جود يلعب لك كره في الارض، تخلصت على مرتين وصدت ووصلت الى خارج الارضيه لرميه جانبيه لابناء الاستقلال كلا الفريقين. بينما على الملعب الاخر ميلان بثنائيه يتقدم الى الان، هنا بنطلاق، بنطلاق يقول له هجمه، يلعبها الى وين؟ باتجاه العسكري، يحصلها ولا ما يحصلها؟ حصلها حسن، طولها حسن العرضيه، لكن الكره باشاره من حكم اللقاء لخارج الارضيه، لخارج الارضيه. هذه خطيره، ممكن ممكن تخلصت يا عيني على هدوءك يا ابو السحر، يا عيني على هدوك يا مسحر. في بعض اللاعبين او نوعية من اللاعبين، خلنا نتكلم بوضوح، لازم يكون هادئ. لما يكون هادئ يا اخي والله الكورة في رجولة متعة، الكورة في رجولة متعة. يا عيني يا عيني يا عيني على العبسي، يا عيني على محمد عبسي اللي تصدر الكرة الماضية، رغم دخول للامانة هدفين في شباكه ما يسأل عن الاهداف. سلامات حسين سليم، تاريخ واحد من النجوم المهمين. اكيد ابو حسين موجود، اي والله موجود ابو حسين. تحياتي عمي ابو حسين، عمي ساتراتي ابو حسين، تحياتي موجود. الله على كرمك، الله على بطولاتك، والله افتقدنا افتقدنا. أبطال رحيمة أو نجوم رحيمة في هذا التوقيت يسجلون هدف التقليص في توقيت مهم، في توقيت حساس، في توقيت
قادر يشوف اللقاء الاول متاخر بفارق هدف غير عن فارق هدفين. اذا ابطال رحيمه او نجوم رحيمه يقلصون النتيجه يقلصون النتيجه. ثلاث دقائق محتسبه من قبل عمران، ثلاث دقائق محتسبه من عمران الطاوس. كره مره وصلت هنا وين؟ هنا وين؟ محمد الشمري انشط من في الكتيبه البيضاء، انشط من في الكتيبه البيضاء. الكره مرت فيها، هنا وين؟ هنا وين؟ يا حسين عيني تخلصت الكره الماضيه مرت لخارج ارضيه الملعب، لخارج الارضيه. هذه خساره ممكن حسين لو ركبت، لو ركبت. يعني حديث سابق في هذه الليالي مع العم العزيز ابو فادي البيابي، كنت اقول له، كنت اقول له لما اجي من الجارديه اتعنى لساروت، مو حبا في التعليق، لا والله مو حبا في التعليق، اكتفينا اكثر من 10 سنوات ولا اعلم، لكن والله اجي الهدف الاول شافتكم، شافت الناس الطيبه. ابو حسين رجل الطيب اللي دائما داعم لعياله وداعم لحوارينا بتواجده بركتنا. ابطال الشمال ورجال الشمال وحبايبنا الفرق الاخرى، ما ودي اذكر اسماء وانسى اسماء، لكن والله الهدف شوفتكم. يا اخي كورونا علمتنا قيمه بطولاتنا واهميه بطولاتنا. اذكر الطلاق، طلاق، طلاق في راسه شيء، والله في راسه شيء، هذا الطلاق في راسه هدف الى الان ما سجل، لكن في راسه هدف يلعبها هنا. كره مرت الى مين؟ الى حسين، حسين عياها، هذه خطيره عدت ومرت لخارج ارضيه الملعب الى ضربه زاويه، ضربة زاوية، ضربة زاوية لمصلحة الاستقلال، مباراة الاستقلال بالثانية، والله ما إلى الآن، إلى الآن ما تدري وين رايحة، لكن إنها تنتهي بالتعادل استحالة، استحالة خذوها مني، هي رايحة لكن وين؟ هذه الكرة يلعبها، تخلصت ومرت باتجاه محمد وفيها سلامات 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 سلامات. العلاج العلاج، ما ودنا نشوف مثل هذه اللقطات، ما ودنا نشوف مثل هذه اللقطات. هذه اللقطات على مستوى العالم للأمانة أصبحت تتكرر بشكل كبير، وما ودنا نشوفها للأمانة. كنا نتكلم عن مدينة الشمال لقربة وبيئة جاذبة وخصبة لنجاح أي مشروع، وكتبت فيما كتبت من بعض هذه الأيام مقال وأرى أن السبب يعود أمرين. الكابتن اتخلصت كورته، مايا سلام، مايا بيحاول يمر، ما مر. نعم حسب النتائج حاليا ثاني اول وصاعد، الاستقلال ثاني وبرضه صاعد، ميلان ثالث، لكن ميلان قد لا يصعد. محمد يا شمري قد لا يصعد، شوف محمد شمري هذا نحله نجوم رحيمه، هذا النحله، لما تقول نحله فهذا هو النحله. الى حسن، حسن حسن ومن احد الاسلحه المتاحه على البنك الاحتياطي، احد الاسلحه المتاحه على دكه البنك، احد الاسلحه الفتاكه داخل ارضيه بن سليم، قايل لك القوه الضاربه عيال سليم كلهم داخل ارضيه الملعب، ناقص فارس، ناقص من فارس يكون داخل ارضيه الملعب. واحد صفر الاستقلال. هنا سليم، سليم يحاول يرسل لك كرة تخلصت من بحر، يلعبها باتجاه عبد الله ثابت، لكن تخلصت ومرت.
حطها على حسن، حسن ياخذها يلعبها لبنت لخارج ارضيه الملعب، اتخلصت الكره صدت في احد اللاعبين وعدت لخارج الارضيه. مش عارف شمري كره يرسلها لخارج ارضيه الملعب. هنا حسين، حسين هياها باتجاه عبد الله لمحمد القصاب. الكفاف يبحث عن المساحة عن التصوير. هي على الكرة يلعبها لحسام، حسام باللقطة الأولى يا عين خلصت برا فند. محمد أسعد، محمد أسعد يبحثون عن المركز الأول. محمد يحاول يمر، يمر محمد في عامل السرعة. محمد 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 هذه كرة خطيرة ممكن عسل كان يصاب بالسلام. وميلان ثاني يعني بكيتا ميلان صاعد عليه الاستقلال اول، ميلان ثاني يا ابو فادي والثاني والثالث يعني الثانية يدخل مرحلة الخطر، الثانية يدخل مرحلة الخطر. هو موجود عمران اكيد عنده دورة في مثل هذه المواقف وإصابات الملاعب. حكيم، وين حكيم؟ حكيم توجه لسيارة الإسعاف. ما ودنا نشوف إصابات للأمانة مثل هذه المواقف، ما ودنا نشوفها في ملاعبنا. مع الفريق الإيراني والأمنيات كل الأمنيات بالتوفيق أكيد للكتيبة المطراوية. كنا نمني النفس إبراهيم ومرب، لكن انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. كره القصاب هياها باتجاه مؤيد او بالسلوم، هذا يحاول يمر، تخلصت كورته على اساس الارتداد سريع. محمد كامبوس يلعب للكره ولا اجمل يقظه ابراهيم العيد. ابراهيم العيد عيسى يرسمها الى مؤيد سلوم، مؤيد سلوم باللقطه الاولى تخلصت من بحر. بحر في منتصف الملعب للامانه يقدم مباراه كبيره. شوف حاليا مع التبديل اللي اجري ناخذ هذه ونتكلم بعدين. روتان ديف تحول الى قلب الدفاع. فريق الداليا فيهم فريق اكثر فريق عند حراس على مستوى الحواري. سلامات سلامات محمد كامبوس وفيها بطاقة صفراء عبد الله الشيخ أبو الطحر. فيها بطاقة صفراء إذا كنا الترتيب حاليا. أولا ميلان ثانيا الثانية ثالثا والثانية خطر مرحلة الحسابات. ممكن يروح ممكن ما يروح، ممكن يعدي ممكن ما يعدي. إلا إذا تغيرت الحسابات. محمد كامبوس على الترتيب يعليها الكره لوين 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 يتوج مجهوداته بهدف يستاهل. يتوج التعادل هو متاهل خلاص، هو متاهل خلاص لما فارق الثلاثي تاريخ. سجل تاريخ واكتب يكتب الكبير الكابتن الممتع الاعتراني حسن بن سهران حاليا لداخل ارضية الملعب. تاريخ ميلان حاليا في ارضية الملعب. الطلاق يحاول يمر يلعب لكرة الى حسن، حسن العسكري يكسب خطأ حسن سهران. اللاعب اللي مثل عديد الأندية، اللاعب اللي مثل عديد الأندية عبد الله ينتوف. ماذا أهدرت؟ ماذا أضعت؟ ابن عباس مرة، ابن عباس عدى هذه كرة. شوف عيال السليم يا أخي متعة، والله متعة يا سليم داخل أرضية الملعب، متعة داخل الأرضية. هذا من سليم وهذا حسن العسكري. ترتيبة سهلة تتخلص، سهلة تخلصت لخارج أرضية الملعب حسن سهوان.
البداية كانت في تاروت الهدى والنور، ثم الخليج، ثم الترجي، ثم المحيط. صفا أعتقد الصفا من ضمن الأندية تاريخ. طبعا اللاعب اللي حقق مع كتيبة ميلان أو عاش مع ميلان تقريبا معظم الإنجازات، حتى مرحلة التكتيك كان حاضر عليها وشاهد عليها. حضر مع ميلان في بطولة كاف لليتيم في تاريخ، وحضر مع ميلان في بطولة كاف لليتيم في الجيش، وكان حاضر مع ميلان في بطولة كاف اليتيم في سنابل. لو حققها يا أسيب اللي خسرها بلنتيات أعتقد من كاف الخير أو من أعتقد من كاف الخير، لو حققها راح يحقق رقم قياسي، راح يكون الفريق الوحيد اللي حقق ثلاث بطولات كاف لليتيم على مستوى مناطق مختلفة. هذا بالطلاق يحاول يمر، ما مر، تخلصت مرتع يا عالي، فيها خطأ، فيها صغرة، فيها ضربة حرة مباشرة، بطاقة صفراء أيضا. عاشور يكسب، إذا رباعية مقابل هدف واحد لصالح ميلان. وبهذه النتيجة زي ما تفضلنا أعزائنا متابعينا، ميلان يصعد. هذه كرة مرت خلصت، البحر بحر في منتصف الملعب عامل شغل كبير. طبعا يغيب من كتيبة التالية حسن بن شيف الشاطر، حسن يشكو من إصابة طفيفة على مستوى الفخذ، مشافة معافى إن شاء الله أبو علي. كرة أقرب للأجامي، الأجامي اللي مرماه وصد أو سجل عليه هدف وحيد. أوكي، أشكر الكابتن عمار الصباع على المعلومة. نبقى مجموعتين لسه، مركز الثالث ما حسن، يعني لو تعادل الثانية وأكيد من تفارق الثلاث أهداف راح يكون على أقل تقدير في المنطقة الدافية. أشكر الكابتن عمار الصباع بن بطوطة. هو طبعا نتكلم عن حاليا هو صاعد، لكن هو في حق التعادل فقط على اساس يصير عندكم التباس. دائما في الجوله الاخيره واجمل حاجه في بطوله الشمال المباراتين تلعب في نفس التوقيت. طبعا لتجنب التلاعب، كي ما تقول تلاعب، لا ما عندنا تلاعب ان شاء الله. نعم، وزياده الحماس والاثاره والاشياء كثيره. خلصت هذه، يحاول فيها، اوه خطفها، خطفها العود، خطفها البخار، يلعبها كرة بدايتها، كرة بدايتها مع بن سلام. لا تتوقع نهايتها الا في الشباك، لا تستغرب لو كانت نهايتها هدف، لا تتخيل انها تبتعد عن هز الشباك. بدايتها مع البخار حسين، نهايتها مع عبد الله بن نتيف. ثمانية اهداف قيمة الاستقلال، كان الى وين الى وين؟ فيها خطأ او فيها لا؟ كرة جانب. انا اشوف لما قال عطاء النحلة محمد الشم قد شوية ابناء رحيمة، اذا طلاقي غادر. شوف فريق ميلان مرحلة التأسيس، أسماء صغيرة، أسماء شابة، أسماء وصلت. وهذا التسديدة بمين؟ في حسن حارة يا ابن. كرة لصابرة حاضرة وضربة حرة مباشرة، من يحاول المرور؟ ما مر. عيسى بن عباس طبعا على دكة بدلاء فريق الاستقلال، أسماء كبيرة هذا الفريق يا أخي، يا أخي أسماء كبيرة في هذا الفريق. يعني أنت تبدي باللي داخل، شوف هذه عباس يستعد للنزول، طلع النبي هذه هم ناقصين.
هم ناقصين هادي عباس يستعد للنزول، جاكر البستاني الاخر يستعد للنزول، وايضا على دكه البطلاء فارس البدري، على دكه البطلاء جعفر رمضان، على دكه البطلاء وهذه التسديده تخلص مرت باتجاه حسن، حسن تخيل هذا كان على دكه البطلاء، هذا الاخر كان على دكه البطلاء، اوفر نزل عرفت طب والله فارس الان يشارك يبطولي مكان مين؟ مكان عبد الله السيف اعتقد. وهنا هدف نعم هنا هدف ثاني لمصلحة نجوم رحيمة. هدف ثاني أربع دقائق محتسبة كوقت بديل من عمران هنا كم؟ ولا لسه؟ لسه هنا أربع دقائق محتسبة كوقت بديل من قبل عمران داوود، عمران داوود على فكرة هو حكم رعاية الشباب. على حد علمي كان درجة ثانية. ما أدري عاد حاليا. وين صبري الغاوي؟ أكيد عندك. ثانية صح؟ أحد الحكام اللي دائما ما يتواجد. الأولى أولى التصريح يأتي من داخل أرضية الملعب. درجة أولى عقبال الدولية يا عمران. وأنت تستاهل إن شاء الله. قلنا للامانه رحيمه احنا قلنا للامانه نجوم رحيمه قدم للامانه مباراه كبيره نتيجه ما تعكس هذه هذه كره خطيره ممكن 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 يحاول لكن تخلصت ومرت شوف تقلبات كره القدم تقلبات كره القدم ما قبل اللقاء الثانية متأهل كأول المجموعة. كرة لابس هذه لوين؟ تخلصت من علي مهدي. صمام الأمان أحد أيضا نجوم فريق الاستقرار. وهنا خطأ ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة لنجوم رحيمة. لنجوم رحيمة. في الوقت الاخير نجوم رحيمة يلعبها اطول من اللازم عدت وتحولت لخارج ارضية الملعب الكرة الاخيرة كانت خارج الارضية هنا اقرب الكرة للاجامي لاجامي الكورة لعبها لرضا التين حارس نادي الخليج الاوروبي رضا التين يلعبها هذا محمد اسعد محمد اسعد الحاضر الغائب في شوط اللقاء الثاني محمد محمد ممكن يتكلم في هذا الشوط من عبد الله سحر ابو سحر عبد الله الشيخ لعب لكورة هنا صافرة حكم اللقاء بالنهاية مبروك لميلان التأهل والفوز من الوالي الصليب وهي تحاول المر هيا لكرة من بخار يا عين عيني نفس الكرة مزيكا يا ابو علي والله القائم هذا ما يستحي اعتقد يا عباس يا حيان بان القائم مو قانوني مستحيل مستحيل مدارسها البخار حسين لكن الله 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 على طريقة زين الدين زيدان والبلنت الشهور من امام بوفون من امام بوفون نعم لكن مزيكا أي مزيكا يا أخي بعض اللقطات تتحسف من أماكننا والله تتحسف من أماكننا بعيد عن الحياد بعيد عن شيء عن أي شيء آخر على عيني وراسي ابن الخلد هنا حسن أو هذا كامبوس كامبوس ويكسب خطأ حيادة سليمة للأمانة وحكيمة من قبل أديب يستاهل أكيد أديب أكيد أديب ناخذ هذه ناخذ هذه مرت عدت تحولت معها صافرة اللقاء حصل على جائزة أفضل لاعب في هذا اللقاء لاعب فريق